السلام عليكم عشاق علامة بوكو. بوكو F4 5G يظهر بتصميم كاميرا خلفية ودقة عالية في صور حية مسربة. تسريب تفاصيل تتعلق بالكاميرا الخلفية لهاتف بوكو F4 5G القادم. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل بدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك، ولا تنسى لأنني قد اقتربت كثيرا من 50,000. المرجو منكم فضلا وليس أمرا الضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل أو تود أو أول وتابع الفيديو حتى النهاية. بدأت العلامة التجارية الصينية بوكو التابعة لشركة شاومي العمل على تطوير هاتفها الجديد بوكو F4 5G الذي سينضم إلى سلسلة F الخاصة بها. وفقا لأحد التسريب، ستشهد الكاميرا الخلفية في الهاتف تغيرا كبيرا، وستتميز بمستشعر مختلف ودقة أعلى من الهواتف الصينية الأخرى. هاتف بوكو F4 قادم بمستشعر مختلف ودقة أعلى. سينضم هاتف بوكو F4 إلى فئة الهاتف الاقتصادية في السوق، ومع ذلك سيأتي الهاتف المتطور وسيأتي مع الكثير من الميزات مقارنة بسعره. سيأتي الهاتف بشاشة أوليد بحجم 6 إلى 6 إنش بمعدل تحديث 120 هيرز، وسيعمل بمعالج كوالكوم سناب دراجون 870 5G مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي رام من 6 إلى 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجا بايت. سيتضمن بطارية بسعة 4520 ميلي أمبير، وسيتم إطلاقه مع أحدث إصدار مستقر من أندرويد، حاليا أندرويد 12 وواجهة ميو آي 13. سيتميز الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل مستشعر الأومني فيجن من الأوفي 64D. من المتوقع أن يكون أداء الكاميرا جيدا جدا وقادرا على التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. تعد العدسة الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل دقة جيدة جدا ومقترنة بدعم التثبيت البصري OIS من أجل تصوير مقاطع فيديو أكثر استقرارا. سيكون بوكو F4 خيارا رائعا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف بأداء كاميرا مذهل. لن تكون كاميرا قوية وأنيقة فحسب، بل سيوفر أيضا الكثير من الميزات الضرورية لمستخدمي الهواتف اليوم. هل سبق أن استخدمت هاتف من هواتف بوكو F من قبل؟ شاركنا عبر التعليقات، ولا تنسى دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.